اخلاصه وحبه موهبته، الموهبه دي بتبقى حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى، القبول دي حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى. الفكره ان هو ازاي ان من اول فيلم العوامه 70 لغايه فيلم عبد الحليم اخر فيلم عمله، الرحله اللي في النص دي عمل فيها ايه، الرحله اللي في النص دي ذاكر قد ايه واجتهد قد ايه وكان بيعيش جوه الشخصيه قد ايه ويعرف جوانبها قد ايه ويعرف السيناريو ده بيتقري ازاي وايه علاقته بالشخصيات اللي موجوده في السيناريو واللي على اساسها بيبدا يذاكر ان هو هيكلم فلان بالطريقه الفلانيه وفلان بالطريقه الفلانيه وفلان بالطريقه الفلانيه. هو عشان كده بالنسبه لي هو الايدل زي ما بيقول، هو المثل، ان هو طبعا مع احترامي ان احنا ودايما بتتقال الكلمه دي، وكان اول واحد سمعتها منه استاذ خالد النبوي لما يعني بيقول ان احنا عندنا ورث كبير قوي. يعني طبعا بالنسبه لي استاذ احمد زكي هو حاجه عظيمه، لكن احنا عندنا اساتذه كتيره جدا عظيمه سواء من اول الابيض واسود لغايه دلوقتي، احنا عندنا ناس كتير قوي نقتدي بيهم في حبهم للشغلات. الفكره مش مساله ان انا ايه ممثل عندي سكريبت بحفظ مش عارف ايه فدور ظابط وهطلع ازعق او دور مش عارف ايه فهتكلم بطريقه لا، الموضوع مش كده. الموضوع في شخصيه ازاي تتعامل من وهي مكتوبه تتعامل لحم ودم، ده اللي بنحاول نتعلمه من الاساتذه دي، منهم طبعا استاذ احمد زكي.